قريبه الليمون. هذا الليمون، هذه ديال الزنجلان وهذه ديال الكاكاو. المقادير المعتمده لانجاز هذا ديال المعلقه ديال الكاكاو 62 غرام ديال الكاكاو خليط. علاش درتي بالضبط 62 غرام؟ شويه علاش درتي 62 غرام نيشان؟ العبار ديالي باش نيشان هذا الرقم. مش هذا الرقم، ربعة قسمة على ثمانية. قريتها ولا ما قريتهاش؟ ما قريتهاش. السادة باش خرجوا 62 غرام تما قطوا ربعة وقسموها ربعة. جنا كنقسموا على ثمانية باش تعطيني ربعة صغيرة. نورمالمون لابس ربعة كيما كنقسم على ثمانية، ربعة قل نص ديال ربعة صغيرة كنقسم على ثمانية. طيب قرات انا شويه كنسى. اوكي شويه شويه النهار كان ولكن مرضات ولكن عطاء جيد. لي منتوج مزيان، بريزونطاسيون مزيانه، تيحمق داك الشيء مزيان. شحال تبيعيه؟ هذا جايلها جايلها جايلها. لا شحال طاح لك هادشي باش نقول شحال تبيعيه؟ طاح لي كان ماشي ب 6000 ريال. 6000 ريال 500 درهم. شحال شحال تبيعيه؟ شحال زعما باش غنقدر نبيع البلاطو ديالي؟ ندير 8000. شحال فيه 8000؟ حيت انا خدمت بالعقده ديال اللوز. دونك هذيك خدمت العقده اللوز، ما جاتش العقده نتاعك هكا، درت شي حاجه اللوز. دولوكس. نقول 8000. 8000. واش بالحبه شحال قد نبيعهم؟ ندير بحال دابا ديال الكاوكاو ممكن ندير 6 دراهم. 6 دراهم اها كاوكاو لوز لوز با نو ديزاجير لوز. زعما نحسبها واش تخرج ب 6000 ريال؟ ياك نحسبها تاعت واش 6000 ريال؟ حتى هادشي المستعد مثلا راه كتبيع ب 6000. ماشي تا الرقي تتكون عندهم غير المادة، أغلبيتهم هذوك اللي عندهم الفلوس راه كيكون فيهم رقي، ولكن تيشريو الغدا ماشي بحالك أنت بواحد حيشة. أنا اعتمدت على الكفته ولا دندله باش انا عندي كانت عندي 200 غرام ديال لادان قسمتها على نص درت 100 غرام باش ايه على القياس باش ندير. المهم قسمتها على جوج 200 غرام تاع دند. اه وعندي وكانت عندي 200 غرام ديال الكفته قسمتها حتى هي على جوج. كفته دند ولا لا دند؟ دند. على سمينا باط بغيزي. على سمينا باط بغيزي. نعم على سمينا باط بغيزي. باط بغيزي عجينه مكسره. صافي جاوب انت هنا تجاوب عجينه مكسره الحمد لله. باط بغيزي مكسره. باط بغيزي مكسره مكسره بهذا اللدان البصيله متيشه زيتون سميتها هذا فرماج. فرماج فرماج بالعربي كورنيشو ياك. وي هادي دانت 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 فتا فتا هادي فلفلة. اه شفتي هاي هادي المقادير. المقادير درت بياض البيض ودرت شحال البيض؟ درت خمسة البيضات. درت 160 غرام ديال كان اختي ياك. اه 60 غرام ديالاش؟ ديال سنيدة. سنيدة. 160 غرام ديال درت لاغوم واحد وحدة. لاغوم درتها شكلاط شحال شكلاط كحل؟ شكلاط كحل درت 25. 25 كيلو؟ ها؟ 25 كيلو؟ لا 25 غرام. والالوان زوينه. مزيان الوان زوينه. من اختيارك هذه ياك؟ لا هذا اختيار. ولكن هي مطلوبه لها ان ندير مطلوبه لها. جي 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 جي
درت خمسة ديال البيضات، درت الحليب ودرت الجيلاتين وطربتهم بسميتو طربتهم مزيان ودرت لهم التليفون باش ما طلعش القشرة. عاوتاني درت الشوكولات من الفوق، شوكولات غيش بيض، ودرت الحليب ودرت الجيلاتين. بات بريزي حلوه، هذيك بات بريزي ملحه، هذيك بات بريزي حلوه. المكونات باش حنا تكون زبده حيوانيه، شحال هذا القطعه ما شفتيها لوغو مزيان مزيان، علاش ما جاتش نباتيه؟ نو حيت ما غاتعطيهاش واحد اللوغو مزيان، اصلا هي ماشي لان كوفي هذه بريستيج، شي حاجه اللي تكون بريستيج. هذا خدمتها خلاص بكريم تشيز، وهذه خدمتها بكريم غاناش شوكولا مع لان لاباط بريزي شوكولا. هادي خلاص لاباط بريزي بيضاء، وخدمتها مع بات فروي. بات فروي بسيليكون هنا ولا في الدار؟ لا بسيليكون هنايا، بسيليكون سيليكون سيليكون. هادي بات بريزي حتى هي نوار فوغي نوار، مشات مع لو تيم ديال لا طارت، لا ميم شوز، هي بالشوكولا وعامره بالغاناش. وي وهذه خلاص حتى هي بات بريزي قوتي لي بات بريزي هنا. انا عندي هو لو تيم بسميتو بالبات ديال اللوز باتاروت. انا عندي لا طارت، هذه خلاص لا طارت فوغي نوار، فوغي نوار الغابه السوداء لو تيم ديال الغابه. مرحبا. لا شحال تبيعها؟ باش نبيعها بالكيلو. شحال الكيلو؟ الكيلو نقدر نخرجها مثلا ب 2400 او 2600 تقريبا. 2000 كيلو. الكيلو. شحال فيها؟ فوالا. هذه تقريبا تعطي دابا واحد 2 كيلو ونص حتى 3 كيلو. 2 كيلو ونص؟ تقريبا. لا لا. لا ابيبخي نو، شي هكا شي 350، شي 350 هكا. 350. تخليها ب 5000 ريال؟ مرحبا ديها كاع انت. وخلاص لو تيم باش خادمين هو ان على حساب داك فوغي نوار درنا علاش حتى هذا معقول حتى لحقاش يحيى عنده عيد ميلاد نهار الخميس خصو طارت قالت له ديال بابا الغابه. مرحبا كاين حتى مشكل وخصو يمكن جوية زانيفيرسير. لا ما بقاش دابا كدير غير بلا كدير غير بلاكا كتكتب فيها جوية زانيفيرسير. تقليدية كلشي تقليدية تبارك الله عليك غريبة. رفعي صوتك هذيلا شوية. هذه ملوزة عامرة. عامرة من السلابينية. خاوية. خاوية مقادير معتمدة. ربعة الكوب وسكر كلاصي. وي. طريقة التحضير، طريقة التحضير، طريقة التحضير وفرز باش تخرج على هذه الفرز ديالك، عجنة وحدة كي درتي الفرز ديالك؟ لا هذه ماشي عجنة، هذه وهذه، هذه وهذه عجنة وحدة بشوية. هادي صافي درت خلطت المقادير كاملين، زدت الكوك والفينو وجمعت المقادير صافي بنتهم في السكر البلاصي تبارك الله. هذا صافي فوري غيمشي عليه غير مشات لي انا عارف حكيت لها انا بعد استاذ لطيف راح يخدم صاب لي فوري صاب لي ديال الحمص صاب لي حمص. هذا ديال جوز الهند وهذا ديال خلاص فيه الفيوتين واللوز وهذا اللي ليه اللي فيه الورطه في الغوص الفيوتين والكاكاو والكراميل وهذا اللوز والكراميل. لك صفر كي وجدتي حضرتي صفر خديت المول اها المول سيليكون. لا معليش معليش درت المول سيليكون درت نص اللون الاصفر الشكل اللون الاصفر وتيبس عاوتاني درت اللون المول سيليكون ما تعرفوش انا المول سيليكون بومبي ما تعرفوش انا كتعرفوا يا هذا سي تون طارت الغجريات الزواج ديزاين فلوريس الزواج جيتون طارت. سؤال سبعه اربعه ياك وي هذا لنا المقادير عندنا لا طارت فيها بعض البيضات خاصه نيته وبعض الملحه وهذا الشيء
والكريمه خلاص ديال الطبخ مع الكراميل شفت الكراميل خدمات غناش كراميل غناش كراميل سي تان غناش parmi les garages professionnels qui تخدم بكريم دو كويسون كي تخدم بكريم دو باتيسير القصر بلدي صوتي هنا ولا في مطر؟ هنا هاد شويه صوتي فين الشيطان؟ راه هو عندها كل عندها فقاس لا لا ثلاثة فقاس كاين فقاس زويف فقاس القرقاع وفقاس بلاصه بأربعة أسئلة واه ها هما راه كاينين أربعة ديال الأشكال مدام خديجة يعني بلا دقيق باش ما مايزينا كنعوضو دقيق مايزينا واللوز اه حتى هو كما درنا صابلي ا باز داموند هذا هو فقاس ا باز داموند خالد هو عليك الان واحد دونك درت هنا معسلات هنا البات فيلو درتها بالعقده ديال اللوز ووقفت هاد اللوزات هكا حطتهم هنا عقده ديال القرقاع مع الزبيب طحنتها وجمعتها بالكراميل ودرتها هنا طيبتها في هاد الليمون السيليكون على هاد الشكل وريطات هنا فواكه جافه حيت البلاطو عندي بفواكه جافه مرة كنت شي بلاطو كبير على هذا مكاينش كاين هي نتوما طلبتوا مني بلاطو صغير زعما في السؤال عندي بلاطو صغير ما بيكونش عند الاقتدار حيت عندي انا بلاطو حيت عندي بلاطو صغير غنمشي على السؤال ما هو راه مازال عندي زعما كنت جسعت هادو عندي بفواكه جافه لحقاش البلاطو عندي المعسلات الفواكه الجافه هادو هنا فواكه جافه البيستاج والقرقاع واللوز درت الزبيب وجمعتهم بالعسل وعمرت بهم هاد لي سيكار هنا الكنافه درتها بالعقده درتها بالعقده ديال اللوز الكنافه تدخل في التراث المغربي ولا خارج التراث المغربي لا هي ماشي تراث المغربي كنافه هي ماشي ديالنا الكنافه ديال سوريا وقيله ولا الشام الكنافه ماشي ديالنا كاين انواع كنافه كاين كنافه بيضاء وكاين كنافه 20 غرام ديال سنيده وخلطتهم عادي وكبيتهم ودخلت كلشي تيطيب الفرن ملي تخرج نسقيها بالعسل بالعسل نصاوبو على الدار كنصاوب جوج كيلو ديال سنيده تندير معاها 8 ديال الكيسان ديال الماء واحد حامضه تنقطع دوائر تسد في الكوكون 45 دقيقه كانت بدات تصفر كنحسب ليها 45 ديال الدقيقه كنت بعيني صافي قلت السكر ديال الماء اما تنديرو سنيده اما قلب ديال السكر قلب السكر كتسناه حتى يهبط تنكبو عليه الماء كتسناه حتى يهبط قلب سنيده تيهبط قلب السكر تيهبط صافي شكرا لكم